السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يكوني بصحة وعافية. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمال البصارة المصرية على الطريقة المصرية. ماشي. اول حاجة هنخمر، هنجيب ربع كيلو فول او نص كيلو زي ما انت عايزة، وهنخمرهم في مية لغاية ما ايه يبدأوا يخمروا كده. بعد كده هيتحطوا على النار ينسلق الفول، وبعد ما الفول بينسلق بقى هوريكم، هرجع لكم ووريكم اعمل فيه ايه. يا حبايب قلبي الفول عماله يغلي اهو، قرب يستوي، وبعد ما هيستوي هسيبه يبرد شويه، وبعدين هرجع معاكم تاني عشان ان بعد ما يبرد افرمه في الخلاط. استنوني. رجعنا يا حبايب قلبي. دلوقتي انا هقول لكم على مقادير البصاره. البصل ده انا هحطه يتحمر لروحه عشان هزين بيه البصاره. ماشي. وده بقى كزبره ناشفه عاملاها في الهون، ومرق الدجاج، وده ملح، وده كمون، وده ملوخية عشان خاطر تربة البصارة، وده السمنة. هناخد السمنة بقى هنحطها ايه في الطاسة. اما السمنة تسيح كده هنحط البصل. البصل ولا عاملاه ناعم ولا خشن عشان خاطر ازين بيه. وده العدس بعد ما استوي. دلوقتي انا بقى ايه هحطه كده في درج الخلاط وفرم. ماشي. هعبيه كده، هو لسه سخن شويه. بسم الله. السمنه هي على جنب بتسيح، يتفرم حلو عشان ما يكونش في اي حاجه، بس انا مسوياه حلو يعني. طب طعم البصاره دي حلوه خالص، احسن اكله شعبيه بصراحه ومغذيه، والفول اصلا معدل اللحمه، يعني اللي ابنه ما بياكلش اللحمه العجالي او اي لحم لحوم حمراء ياكل الفول. ماشي. خلاص كده هنزود بقى الفول شويه ميه عشان خاطر اما يتفرم مش تبقى يابس. ماشي. خلاص كده السمنه، هنحط بقى البصل، ننزل عليها بالبصل. بص بقى البصل كده هنسيبها بقى تاخد تحميره بقى، تبقى حمرا كده وناشفه وحلوه، عشان في الاخر هنزين بيها. والسمنه اللي بتبقى فيها احنا بنصفيها من السمنه اللي فيها. ماشي. والسمنه اللي بتبقى فيها دي احنا بنفضها على البصاره عشان خاطر تبقى طعمها حلو وتتسبك حلو. خلاص كده نفرد البصل، هنفرم بقى العدس. بقى العدس كده نفرمه كمان فرمتين كده. العدس اللي في الحلة هشطفهم كده خسارة، هفضيهم يتفرموا تاني. خلاص كده نبدأ نشيل الخلاط. رجعنا تاني يا حبايبي. دلوقتي انا الحله غسلتها تاني كده من مطرح البصاره عشان ما تنحرقش، والبصل اهو قرب يتحمر. هسيبه بقى ما بيتحمر براحته كده عشان تبقى لونه ذهبي وحلو. هنرجع بقى ناخد البصاره. بسم الله. هنفض البصاره.
كده ماشي، هنقلبها تقليبه كده. بصي البصله لما انفرمت بقت عامله ازاي، ده فول انا مسوياه حلو وفرمه حلو ماشي. هجيب بقى ايه المقادير، هنزل بقى بالكزبره، ده كزبره ناشفه هي اللي بتطعم البصاره، والكمون والملح. هقلب حلو بقى كده، قلب حلو بقى كده. هو ما بتستوي البصاره دي بتختفي، بس بتدي طعم حلو للبصاره ماشي. هنجيب بقى مرقه الدجاج نفتحها، انا بحطها في كل طبيخ عامه يعني تبقى حلو. ننزل عليها كده ماشي، خلاص كده. هنسيبها بقى خالص اما تربط شويه، اما تربط بقى، هي اساسا مستويه وانا سلقاها مسوياها حلو، بس هسيبها اما تربط حلو عشان بعد كده اغرفها وازينها ماشي. ده البصل، بصي لسه شويه، بقلبه كده عشان كله يتحمر زي بعض. تعالوا بقى نجيب الملوخيه، شويه ملوخيه ناشفه انا عاملاها فرموها في الكبه. الملوخيه الناشفه دي بتدي البصاره لون حلو وبتديها طعم حلو وبتخلي البصاره تربط ماشي. نقلبها بقى، بصوا بقى اللون، بص اللون اتغير ازاي، بعد ما يكون اصفر فاتح هيكون ايه يعني خضار كده بسيط ماشي. البلبزه اللي بتبقى في الملوخيه دي اما الفول بيستوي البلبزه دي بتفك، عشان الملوخيه نازله حرارتها، درجه حرارتها زي درجه حراره الغرفه، والبصاره اساسا سخنه عشان كده بتبلبز في الاول. بصوا بقى، انا بصراحه بفضل الاكلات الشعبيه، اكله البصاره واكله العدس، الاكلات دي جميله. والباميه برضو هعمل لكم طاجن باميه في مره باللحمه، اللحمه الضاني ان شاء الله كده. بصل، هنمسك بقى السمنه دي ونصفيها كده، السمنه كده بنزلها، بسيب شويه عشان البصل بقى ايه يتحمر حلو كده كده. قلب السمنه، بقلبها كده على طول وبهدي عليها، بقلبها وبهدي عليها عشان خاطر ايه ما تلزقش، مش عايزه اي حاجه تلزق فيها. البصل، خلاص كده قربت، هي ما بتاخدش سوى اساسا عشان هي مستويه قبل كده. الكمون بيتحط عليها بتبقى طعمه حلو، والكزبره برضو الناشفه انا بحب ايه اجيب الكزبره وبحب احمصها كده في فرن البوتاجاز، وبعد ما بحمصها بحب اعملها صبحه، يعني بحطها في كيسه كده عشان ايه مش تبقى طريه وكده، وبعملها صبحه. بحب اعملها ايه صبحه كده. شوفوا البصاره،
احلى اكله مصريه بصراحه هي والكشري المصري. جربوها وما تنسوش بقى تدعموني باللايك وبالشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. خلاص كده قربت، هي اتصفت من كل السمنه، مش فيها اللي معلقه صغيره كده عشان ايه مش تبقى سمنه كده، تبقى ناشفه وحلوه. في ناس بقى بتعمل البصل للكشري المصري مش للاكلات دي، بتحط دقيق على البصل وبتحطه على النار في قلب الزيت بيتحمر، بتبقى عامل زي البطاطس كده، ما بيتحرقش، بتبقى طالع ناشف زي البطاطس الشيبسي بالظبط. خلاص اهي قربت تربط، الملوخية هي اللي بتخليها تربط وتبقى القوام بتاعها سميك كده. ماشي خلاص بقى 5 دقايق كده وهنغرفها ان شاء الله، استنوني بعد 5 دقايق. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. خلاص بقى البصاره استوت، انا هبدا اعبيها بقى، احطها في الطبق. ماشي بص عامله ازاي، انا هجيب الطبق هنا بسم الله. كده بصوا بقى ادي اول طبق، هي بصراحه بتنطر كتير يعني عامله نص كيلو، انا كنت بعمل ربع كيلو الاول بس خلاص العيال كبرت وكده بعمل كميه اللي بيفيد يعني ما بيخسرش، هو اللي بيفيد من البصاره بتتحط في التلاجه تاني يوم العيال بتفطر بيها. كده تاني طبق بسم الله ما شاء الله، يعني هتطلع لها 4 طباق 5 طباق كده يعني كبار. ماشي نعدل الطبق كده عشان ايه ما يفضيش، لونها جميل، الواحد لما بيجي يحط الملوخية بيحط شوية بسيطة كده عشان ايه اللون ما يغمقش قوي. ده بقى شوية شوية في الحلة عملت 5 طباق بالعافية. ده بقى بتتقدم جنبها ايه بصل اخضر، طرنشات طماطم، طرنشات بصل، في طرنشات خيار، في جرجير، فلفل حار، الحاجات الحلوه دي بقى. بصوا بقى يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، ده البصاره بتاعتنا، ده البصاره هنزينها بقى، هجيب ازينها، هجيب البصل البصل عامل ازاي، بيعمل صوت ازاي مقرمش، يستحسن لو سبتها تبرد شوية وتزينيها عشان خاطر ايه البصل ما يسقطش، بس انا عشان ايه البصارة عاملاها يابسة البصل مش هيسقط، يعني انا مسوياها حلو يعني وعاملاها يابسة وحلو. احط تاني، انا بعمل بصل احتياطي عشان ايه اللي بيحب ياكل البصل تاني. كده خلاص بصوا بقى الشكل النهائي، بصوا بقى شكلها النهائي بألف هنا وشفا. ما تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة.